هل يجوز إخراج زكاة الفطر مالا؟ ما وصى النبي بذلك؟ قال رسول الله صلى فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاع من تمر، صاع من أقط، صاع من زبيب، صاع من شعير، أو صاع من طعام. ولذا ذهب الجمهور من العلماء الأحناف والمالكية المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن زكاة الفطر لا تخرج مال. أما الأحناف هم الذين رأوا الجواز قياسا، لكن يعني رأوا إخراج الزكاة اتباعا لمن قال من الصحابة بالقيمة، وليس المراد بالقيمة عند من قال بالقيمة القيمة المالية فحسب، لما مثلا كان يقاوم صاع الزبيب صاع الشعير يساوي 10 قروش، صاع القمح يساوي 20 قرش، فيقول نصف صاع من قمح. هذا رأي معاوية رضي الله عنه، عورض وخلف من سير الصحابة رضي الله عنهم.